الإصلاحية المدرسية على المستوى المؤسسات التعليمية. هذا هو هدف الجهات المنظمة أعني بذلك منظمة الإذاعة للتنمية الاجتماعية وجمعية تنمية التعاون المدرسي فرع الحميدة. خير ما نبتدئ به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلو على مساعينا الطفل والتلميذ زكريا عثمان. تفضل معنا. ترخصت في منافسه
الايمان هاني امن بك. بغيناك تقسم على كيفاش اختاريتو ولا الجوائز والجائزه الكبرى المهمه ما كانت سهله ولكن بغيناك تسمع معك. كانت فوق الطاقة ديالنا كيف ما كان كيشير صديق حمدي الله يحسن عوانا وصافي هادشي اللي غادي نعملها وكيف ما شار صديق الأستاذ عثمان الحمادي هو أن بالنسبة لنا فالجميع فائز هو أننا شفنا هاد الحفل هذا اللي تبارك الله شفنا فيه مواهب كثيرة جدا شفنا فيه عروض متميزة شفنا فيه وجوه اللي ما كنشوفوهاش في طيلة السنة فهذا هو الفوز ديالنا كاملين والآن نمر وقد أظهرت هذه العروض إبداعا فنيا متميزا مما يدل على الاهتمام الكبير بالمسرح المدرسي ورغبة قوية في تنمية مغالب التلاميذ في هذا المجال كما نشكر جميع المشاركين في هذا المهرجان سواء كانوا من التلاميذ أو المدرسين أو المنظمين على جهودهم الكبيرة لإنجاح هذا المحفل المتميز لقد أثارت العروض المسرحية تنوعا فكريا وفنيا كبيرين مما يدل على ثراء التجارب المسرحية في مختلف المدارس حيث أبان التلاميذ على قدرات عالية المستوى كما لا يفوتنا أن نثني ونشيد بجميع التلاميذ المشاركين في هذا المهرجان خولة الوادي مشكورة لإعدادية خالد الوادي رشيد لقمان اضرب
عبد الطيب مفقير جائزة أحسن إخراج عبد الطيب مفقير. يكون المتولي هذا الاستثمار ينادي الآن على السيد المدير الكراسي عثمان السليم. جائزة باسم رزق.